بسم الله الرحمن الرحيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، القرآن الكريم، ففي رحاب القرآن الكريم طمأنينة تغمر النفس وسكينة تملأ القلب ورضوان من الله أكبر. ومن أجل كل هذا الخير العميم قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، وفي رواية أخرى كتاب الله وعترتي. صلاة وسلاما عليك يا سيد العقلاء يا خير الورى. يتلو علينا من آيات الله البينات قال العالم الأول المقيم للقاهرة، قال اتحاد الإذاعة والتلفزيون، فضيلة القارئ المتقن الشيخ أنور الشحات محمد أنور. إن الله لقوي عزيز.
الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. إن الله سميع بصير. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. يا لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يرى.
ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. الله الله وإلى الله ترجع الأمور. الله يصطفي من الله وإلى الله ترجع الأمور. وإلى الله ترجع
يا
وفينا يقول الرسول شهيدا عليه فنعم المولى ونعم قد أفلح
فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. بسم الله فمن ابتغى
قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون والذين هم يرثون الفردوس
صدق الله.